السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة يونس وأشواق. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة كذلك. الفيديو ديال اليوم هو عبارة عن تحدي. أنا وأشواق اليوم قررنا ندير واحد التحدي زوين وفي نفس الوقت خايب، وجبنا لكم واحد هذا هو التحدي. خصنا صورو لهم داكشي اللي جبنا، حنا غادي نصورو لكم داكشي. يلاه جيب الكاميرا باش تشوفو، باش نشرحو لكم شنو هو التحدي. المهم اخوتي كيفما كتشوفو كاين هنا 200 درهم، يعني 400 درهم هي اخر حاجة. 400 درهم اماراتية. كيفما كنشوفو هنايا كاين عسل ديال الحامض، ولكن ماشي الحامض اللي كيكون زوين بالسكر وكدا، هذا الحامض عسلنا. أشواق ما عندهاش مع الحامض. كاينة موراها 100 درهم. 100 درهم واخي بحاجة ما عندي. كاينة الهريسة هريسة حارة وهنا 5 درهم. 5 درهم وهنا يا ختامها شكلاط. صافي ولكن شنو غتكون؟ حيت حطينا اول واحد الشكلاط اللي زوينين واخر شيء فلوس، هذا هو اللي كيهمنا شكون اللي غيديها. كل شيء على الفلوس. يلا خليكم مع التحدي. وهذه بالنسبه للطريقه، خاص تدفع هذه وفين وقفات غادي تاخذ هادشي. المهم اخوتي غادي نبداو انا وأشواق التحدي. شكون اللي غيبدا الاول؟ خصنا نلعبوا انا ويا الزباح. اللي ربح يبدا الاول. على واحد ولا ثلاثه؟ على واحد. يلا زين مربح. اوه بسم الله يا ربي. شجيع شجيع. 5 درهم. المهم بداية 5 درهم. انا خصني نعرف على 120 درهم، حيت قبل ما نشري شي حاجة دابا نقول لكم يا ربي يا ربي. هريسة هريسة أصلا واش كسرت؟ لا ما تفكرش كمان. شي ماما شي ماما. أووو ماما ماما عين جبل. هادشي شنو درتي الحارة؟ واش قرة؟ عندنا هادشي خصني نقلب على ديك 200 درهم. وكان على الجو غير ناري شحال حار. انا جبتها غير على ود اللوبيا والعدس. حيت اللي ربح فينا الفلوس غيشري اللي بغا. يا ربي والو بعد شويه. سير 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 على راسك على راسك. حافظ انا عندي ما عنديش ما عنديش زين مبارك راس بوك. ويلي 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 بقالنا بشحال؟ بقالنا لا روح لا دابا غنجيب الشكلاط ان شاء الله. هو اللي زوين انا اللي بقى. قلت له هريسة واشرب صحابك. قلت له هريسة واشرب صحابك وبدا ب 100 درهم. انا ديت 405 درهم. الله يخليك 405 درهم. شو مالك خصك تدوري معايا بعدا نصرفوا هاد الشكلاط هذا. يلا
هذه اللي زوينة بزاف. صافي يعني تقصد في اصلا. لا لا بعدا اللي بقات صافي حتى انت خصك تجرب ماشي صافي. خوا. كنت باغي نشكل اللي حاضر. سهري. ولكن وين كاين الشكلاط؟ ها؟ وين كاين الشكلاط؟ زعما شكون غياكلو؟ إيوا. المهم اخوتي كيف ما كتشوفوا التحدي ديالنا نفس انت كتصوري ما كتبغيش الشكلاط ايوا انت فين فاش الشكل عطيني بعدا تيجي لبس مستقبل خليها ماشي مشكل. المهم اخوتي صافي سالي سي نهضر ما خلاتنيش نهضر كوبي اكسيون سالي سي الشكلاط. المهم اخوتي كيف ما كتشوفوا اليوم لعبنا التحدي ديالنا لا 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 انا راه انا هادي خويا باش ما نطولش بغينا باش يعني باش نختموا الفيديو بالنسبه لهذا المسير التحدي اللي كان اللي غادي يربح فلوس غادي ياخذ شي حاجه هو كان باغيها وغنكملوا معكم الفيديو هو هذا الفيديو دابا غير قطع ولكن غتكون تسيمه باش ما يجيش الفيديو طويل راه ما قالتليش وانا ما قلتلاش انا ما قلتلوش قولي لي شنو بغيتي تشري مفاجاه انا ما عارفنيش شنو باغي نشري هو ما كنتش عارفه شنو باغي يشري وغادي نمشي وغادي نديوكم معنا في الماشي وشنو وشنو قررت ناخذ بهاد الفلوس من المشكل هذا 100 درهم نشارككم معكم المهم بعدا بقى لك شي حاجه غتشري انت غتشري انت غتشري ديك 100 درهم غتشري بها شي حاجه ان شاء الله سخفيني في داك الشيء اللي درت في بالي المهم ماشي ما خرجتيش بوالو انا المهم انا ديت حصه الاسد وصافي وخليكم معنا خليكم معنا وشكرا لكم شكرا على الكومنتات ديالكم المحفزه وما تنساوش لاول مره يتعرف على القناه ديالنا ولاول مره غادي يشوف هذا الخشوش وهذا الخشوش يعمل سبسكرايب وفعل الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد وما تنساوش اللايك ما تنساوناش ملي لايك لحقاش هما اللي كيشجعوا يعني هما اللي كيخليو الفيديو باش يطلع وكنبغيكم بزاف بغيت نقولها واخا حنا ديجا عندنا اضاءه ولكن صراحه جوج الاضاءات غادي تكون غادي يكون انا كان مازال ما شفت الفيديو ولكن باين بلي غتكون الكاليتي ديالو حسن حقا جوج ديال الاضاءات فكيجي الفيديو واضح اكثر يعني اضاءه من هنا ولا من هنا جاب حتى البوكي ديالو هادشي اللي كاين جاب لي البوكي ديالو هادشي اللي البوكي ديالو كنفرح صراحه عندي الهدايا اللي كيجيب لي الهدايا كنفرح بزاف والله ما تصفروا هي واخا يجي واخا يجيب لي شي حاجه بسيطه حديده يعني يجيب لي حديده ويغلفها ويعطيها لي كنفرح بها كيف ما كتشوفوا جات لك بوكي دور ولا وانا شنو درت استغليت داك الورد قطعت دوك جوج دور ديالو باش نزرعوه زرعته في الحديقه ديالي من بعد دابا تشوفوا ملي غادي نزينها ولا غنسوا صافات هذا غيكون في شي فيديو ان شاء الله ان شاء الله يلا المهم تحياتي خليكم معنا حنا خارجين باي